عدد من أعضاء الحكومة ونخبة من الباحثين المغاربة انطلقت اليوم بصخيرات أشغال المناظرة الوطنية الأولى للبحث التنموي في مجال الفوسفات، وتسعى المناظرة إلى إضفاء دينامية جديدة للبحث العلمي والتقني حول الفوسفات الذي يشكل الثروة المعدنية الأولى بالمغرب. يجب أن نشجع بحثنا العلمي، أن نبنيه على الكفاءة، أن نبنيه على النزاهة، أن نبنيه على الشفافية، وأن من خلاله نكون قادرين على تنمية اقتصادنا في المستقبل. هذا الشيء غيعطي نتائج في المستقبل، ولكن الأشياء الجيدة والإيجابية تبدأ نتائجها من البداية، وأعتقد أن اليوم كانت بداية رائعة جدا. ويتمثل الرهان الأساس للمجمع الشريف للفوسفات ووزارة التعليم العالي من خلال هذه المحطة في وضع أسس تفاعل وثيق بين الجامعة وعالم الصناعة. الرهان الكبير هو تحدي البحث العلمي. لا مستقبل لبلدنا في العولمة دون البحث العلمي، علما أن المغرب له أكبر احتياط في الفوسفات، ولا يمكن للجامعة أن تبقى على هامش هذه الثروة الهائلة. واليوم الحمد لله هناك اتفاق بين إرادة مؤسسات المجمع الوطني للفوسفات وإرادة الحكومة لتجميع مجهوداتنا من أجل النمو الدفع بالبحث العلمي في هذا المجال. وهي فرصة مهمة لأجل تعبئة الباحثين في مجال الفوسفات داخل الجامعات المغربية، وذلك من أجل القيام ببحث مهم لتعزيز ريادة المجمع الشريف للفوسفات في مجال الصناعات الفوسفاتية، وتعزيز ريادة المغرب كذلك في هذه الصناعة، وجعل من المغرب رائدا في مجال البحث والتطوير بشكل عام حول الفوسفات. ويشارك في هذه المناظرة التي تستمر على مدى يومين 500 باحث يمثلون الأوساط العلمية الوطنية ونخبة من الباحثين المغاربة بالمهجر، وسيشاركون في الندوات العامة والورشات التقنية المخصصة للبحوث التطبيقية في مجال الفوسفات.